اشتعلت الأمور مجددا بين روسيا وأستراليا بسبب قطعة أرض كانت مخصصة موقعا جديدا مقترحا للسفارة الروسية في كامبرا. بداية الأزمة بدأت من جانب أستراليا، والتي أقرت قانونا لمنع روسيا من نقل سفارتها من أحدى ضواحي كامبرا إلى موقع رئيسي بالقرب من البرلمان والسفارة الصينية بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتستأجر روسيا منذ عام 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأسترالية قطعة أرض مجاورة لمبنى البرلمان في كامبرا. وفي عام 2011 حصلت روسيا على ترخيص ببناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذا، لكن في أغسطس من عام 2020 حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معينة في رخصة البناء، رغم أن القضاء الفيدرالي أبطل محاولتها هذا في مايو الماضي. رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي علق على الحدث قائلا إن الموقع الجديد المقترح للسفارة الروسية لدى البلاد أمن، بعد أن رفض دبلوماسي روسي مغادرة الأرض عندما ألغت الحكومة في كامبرا عقد الإيجار. واعتبر ألبانيزي أن موقف أستراليا جاء للدفاع عن أمنها القومي. وأفادت صحيفة أسترالية أن دبلوماسي روسيا كان قد مكث على قطعة الأرض تحت مراقبة الشرطة التي لم تتمكن من اعتقاله لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية. كما منعت موسكو 48 أستراليا من دخول روسيا، فيما قالت إنه انتقام من نظام العقوبات الأسترالي طويل الأمد ضد البلاد.